السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر جميل وعجيل على الأخت اليوتيوبيز أسماء بيوتي، خبر رائع جدا وغادي يفرح كاع المتتبعين ديال أسماء بيوتي والأخت ديالها إلهام. قبل ما نخليكم مع هذه الأخبار الجميلة والمفرحة، لا تنسوا الاشتراك واللايك في القناة والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم توصلنا بزاف ديال الستوريات ديال الأخت إلهام وأسماء بيوتي طبعا الحال، لأنها حتى هي فرحانة وما قدها فرحة هكذا. هذا علاش هي حطات ستوريات وكتعبر على الفرحة ديالها. المهم ما نطولش عليكم ونقول لكم شنو هي الخبر السر، الخبر السر والمفرحه. اليوم توصلنا بالواحد ستوري ديال اسماء بيوتي اللي كتقول فيه الف مبروك علينا والف مبروك على اختي الهام. اليوم الحمد لله ولدات وتوصلنا بالبيبي الحمد لله، كتقول لكم هو في صحة جيدة والأخت ديالها أيضا في صحة جيدة، غير هي ولدت بالولادة القصاري يعني شوية تعذبات، يعني سي نورمال الواحد ملي كيولد بالفتيح راه كيتعذب، ولكن بحال بحال الحمد لله على الفكاك على خير وبخير. يعني الله يسمح لنا من الأمهات ديالنا كيتعذبون، وكان هم اللي غادي يحس بهم غير اللي داز في الطريق ديال الولادة والحفلة. نقول مبروك على الأخت إلهام ويتربى في عزك إن شاء الله وفي عز باباه وعز خالته وعائلته وجداته والباقي كله ديال العائلة ديال باباه. إيوا نقول لك ألف ألف مبروك، وكنتمنى المتتبعين اللي عندي واللي كيحبوا الأخت ابتسام وأخت ديالها إلهام يباركوا لها ويقولوا لها ألف مبروك ويخليوا لها التهاني ديالهم في التعاليق. المهم أخت إلهام ولدت اليوم والحمد لله فرحوا بها العائلة وما خلوا ما داو ليها منك يا هدايا وش منك يا ورود، تبارك الله وصافي. شنو نقول لكم، اللي خدت العائلة على الخوت على بعضياتهم والعائلة والحباب، وفاش كيكونوا دايرين بك الأم والأب والأخ والخوت ديالك هذيك هي الدنيا وما فيها. هكا نكون وصلنا لآخر الفيديو، نقول لكم إلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله، وما تنسوش اشتراك واللايك ومع ألف سلامة، باي باي.